السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا وياكم بحلقة جديدة خاصة بأحد البرامج اللي بصراحة حبيتها وفكت لي أزمة. يعني أحيانا أنت تريد تنقل من الآيفون للحاسوب، أو من الحاسوب للآيفون، أو من الحاسوب للأندرويد، أو من الأندرويد للحاسوب، أي جهاز، وبالظرف اللي أنت تريد تنقل به ما متوفر عندك كيبل، تمام؟ أي إن كان جهاز موبايلك. اليوم جبت برنامج او اكتشفت برنامج مستخدم يستخدمه هاي، اللي هو اسمه شير ات. هذا البرنامج راح نثبته تثبيت اعتيادي ونشوف شلون راح ننقل بين الحاسوب من الحاسوب للايفون بدون كيبل، لا بلوتوث ولا هم يحزنون، تمام؟ ثبتنا البرنامج على الحاسوب، نثبت نفس النسخه من البرنامج متوفرة بالأب ستور ومتوفرة بالجوجل بلاي على الآيفون. أوكي، خليني أصور أيضا بالجهاز. تمام، بدينا نصور بالجهاز، فتح البرنامج، نطي أكسبت. أوكي، النقطة المهمة اللي أذكرها أنه هذا البرنامج حال أي برنامج ثاني يكون متصل على نفس شبكة الواي فاي، يعني الموبايل والكمبيوتر على نفس شبكة الواي فاي. نطي سكيب. تمام، هذا البرنامج. اوكي، انا ذكرت انه اريد انقل منين، انقل من الحاسوب للايفون. تمام، هذا قدامي الايفون حاليا. اوكي، الايفون بإرسال استلام إدارة ملفات فحص. أنا إيش راح أطي؟ راح أطي استلام، أطي موافق، أطي إعدادات، لازم نشغل خدمات الموقع، تقدر ترجع بعدين. تمام، هذا الايفون سماح لي مرة واحدة، أنا عاجبني هيك. أوكي، هذا الآيفون، ننتظر. لم يتم تعيين شبكة، يعني الشبكة اللي رابط عليها حاليا ظهر لنا، أو ضغطنا على الباركود هنا راح نطي شاو باركود، ونشوف كونكتينج، نطي منه أكسبت. تمام، اتصل الجهاز. أنا أريد أنقل هذا مقطع الفيديو، جيبه اسحبه خليه هنا. لاحظ عملية النقل، أكيد عملية النقل والاستلام تعتمد على قوة النت اللي عندك بالجهاز. تمام، النقل والاستلام يعتمد على قوة النت اللي متوفرة عندك بالجهاز. فننتظر يكتمل البرنامج ينقلهم وارجع لكم. حجم المقطع تقريبا 57 ميجا بايت. اخلي بالوصف ان شاء الله تعالى رابط تحميل البرنامج للكمبيوتر او الماك، وبنفس الوقت اخلي نسخة الايفون لانه انا اذا استخدم ايفون. تمام، تملت عملية النقل، بنشوف انه وصل مقطع الفيديو من اللابتوب للايفون، وتقدر تنقل العكس. اخلي بالوصف ان شاء الله تعالى رابط تحميل النسخة للماك او للكمبيوتر، وبنفس الوقت رابط تحميل النسخة لأجهزة الاي او اس. تسمعوني ان شاء الله مقطع فيديو جديد، مع السلامة.